تما الصراحه ما لقيتش مساعده اللي يساعدني ولا اللي يهز بايدي ولا شي حاجه في هلاكة، حيت الزنقه ما تبغيهاش العدوك، عدوك ما تمناهاش ليه. طلع وانا خويا بقيت شويه السيده، والله تبكات لي بالله، علاش مسكينه تبارك في الزنقه و... فاطمة الزهراء عمري 18 عام. شاكيب فاطمة الزهراء فين كاين انت دابا؟ دابا انا كاينه في حي محمدي حتى جمعيه انصاف. شو مشكلتك؟ المشكل اللي عندي هو انا كنعيش انا وولدي في الزنقه و... وما عندي فين نبات انا وولدي. عاودينا فاطمة الزهراء، كيفاش خرجتي من الزنقه؟ لا انا ماشي مزوجه، انا ام عزيبه، وطرا لي واحد المشكل صافي، دارنا ما بقاوش بغاوني صافي. من تما مشيت لواحد السونتر جلست فيه عام ونص، هذاك السونتر جرع عليا ديك السيمانه قال لي صافي، يعني دوزتي معانا عام ونص، كليتي شربتي ولدناك وداكشي، ما بقاوش عندنا حنا الدراري صغار، سيري ديري الحل ولدك، عطيه ولد ديال الخيريه ولا شوفي انت دبر راسك. المهم مشيت عند واحد الدريه لتماره، بغيت زعما نخدم ونهز ولدي وداكشي، ما بغاتش واحد يكري لي انا بولدي، ملي ما بغاتش واحد يكري لي بولدي صافي جيت مشيت كان مشيت كنعس حدا 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 سميتو حدا جامع ديال حسن الثاني. صافي من بعد جيت لهنايا قالوا لي راه كاينه واحد الجمعيه ديال الانصاف اجي عندهم، جيت عندهم قالوا لي ما ندخلوكش، صيفطوني لواحد الجمعيه وانا ما باغاش ديك الجمعيه حتى شي الله خرج منها. بالنسبه لفاطمه الزهراء كنت تلقى لك المشكل وليتي تلقى، كيفاش كنتلقاو الخبر ديك الساعه؟ جداتي ما بغاتنيش، قالت واحد الكلمه خايبه، قالت لها لوحي الكلبه للزنقه. ما بغاتنيش ماما، ما بغاتنيش بابا، ما بغاونيش، قالوا لي دبري راسك، يعني درتي المشكل ديالك سيري دبري راسك. وملي خرجتي انت الزنقه، امتى كنتي خرجتي الزنقه بالضبط؟ وكيفاش كانت الحياه ديال الزنقه؟ خرجت تقريبا انا دابا شي عام ونص، ولدي عنده 9 شهور و9 شهور ديال الحمل، تقريبا طالعه في عامين. الصراحه الزنقه صعيبه بزاف، عرفتي راه الزنقه بعدا انا ما كنتمناش العدويا، حيت الزنقه فيها شماكريه، فيها بزاف، وفيها تكرفيس، فيها والبرد والشتا وبزاف الحوايج. الزنقه ما عرفتي شي محاولات؟ بزاف بزاف بزاف، داكشي علاش انا كنمشي للجامع زعما، واحد جوج كاينين البوليس وداكشي هما اللي حاميني. باش حسيتي انت من ديك اللي فاش كتشوف ان الدنيا دارت بك وبقيتي بوحدك؟ عرفتي كتحس بجميع البيبان تسدو عليك في وجهك، بالاخص انا كنحس بجميع البيبان تسدو ليا في وجهي، حيت ما الصراحه ما لقيت شي مساعده اللي يساعدني ولا اللي يهز بايدي ولا شي حاجه في هلاكة، حيت الزنقه ما تبغيهاش العدوك، عدوك ما تمناهاش ليه. من بعد ما بقاش التواصل بيك وبين الوالدين؟ لا باقا كندوي مع ماما، وقالت لي ماما دبري راسك، انا اصلا باقا مازال محكومه، يعني كتخدم وجدات هي اللي كتاخذ لها فلوسها وداكشي، يعني ما عندها ما دير ليا، وانا عاذره حيت عارفه وكنت عايشه معاها باقا لحد الان، باقا ماما كتاكل العصا، انا عاذره. دابا دولي عندك شحال في العمر؟ اجي شاكيب في عمرو 9 شهور. كيفاش كديري دابا حالتك؟ كنوكلوا الناس الله يجازيهم بخير، كيعطوني كيشوفوا حالتي كيعطوني، كنفرش لي كريطينه ولا كاين شي مرات اللي كنجلسوا على الدس صافي وكنبدل لي. وبصراحة أنا كنتمنى من قلبي اللي زعما يوقف معايا واخا يكري لي غير شي بيت ويشوف لي شي خدمه ونحط ولدي عند شي مربي ونمشي نخدم عليه، انا مستعده ماشي غير نخدم عليه، ندير اي حاجه على ولده. انت حارس هنايا في البلاصه؟ وانا بقات فيا السيده جات هنا رمات عنا العرا ما ندوزوهاش مسكينه، ولكن راه مكرفصه طرفت الشنكاره تيجيو كل واحد بجنويته وكل واحد يشوف مره بحال شاف ما عرفتش شنو هو، وحنا راه الله اللي مطالع تردوا البال اي وحده، حنا تيكونوا مساكن يبغيو كاع يولدوا تنمشيو نجريو تاع اللي نشدو طاكسي ليهم هما في سبيل الله، راه الله طالع.
وانا خويا بقات شويه السيده والله تبكات لي بالله باش مسكينه تبارك في الزنقه و... الله يدير شي تاويل الخير اخويا الله يفاجئها عليها ويه ورا مسكينه مشات المؤسسه انا قالوا قالت لي باغا غير هذه قالوا لي انت ما والداش عندنا ما دايراش شنو غادي تمشي راهم خصهم يتكلفوا بها راه شحال من دريه تما كاينه راه كاينين عدد ولكن هي مسكينه راه ضيعه واش شي وحده تبرك وكا في الزنقه يبقى العساس رد ليها البال ليل كما حيلتو الطوموبيلات ما حيلتو المراه راه الله اللي مطالع حنا تنديروا الخير حنا ولاد هنا وزيدين هنا وكبرين هنا ما نقدروش نديروا شي حاجه تحرميات حنا كبرنا ماشي زعما وربي كبير الله يفاجئ علينا وعلى المسلمين هذا الشيء اللي تنقولوا اخويا